بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في واجب 4.4. هذا الدرس كثير ملخبطين فيه الفهرجة السبانينج سيت واللينير اندبندنس واللينير كومبينيشن. طيب لا تخافوا، أنا مسوي زي الملخص زي الكتالوج قبل كل سؤال. إذا أنت فهمت هذا ملخص حفظته بأي طريقة بكيفك، تبى تحفظ الملخص تبى تفهمه، إن شاء الله راح تحل كل مسائل هذا الدرس. طبعاً الرسالة عندكم سؤال 1 و9 و11 و21، هذه الرسالة كلها كاتبها. طيب السؤال الأول يقول لي determine whether each vector، حدد لي أي من الفيكتور التالية ممكن نكتبها as a linear combination of the vectors in V. أوكي، يعني باختصار يعطيك فيكتور، يقول لك هل أمكن كتابة الفيكتور هذا as a linear combination of vector في ال V اللي هي الفيكتور سبيس الكبيرة. خطوات الحل، هذا كتالوج كيف تسوي. أول شيء إذا قال لك هذا السؤال زي كده يجيك في الاختبار، أول شيء تكتب المعادلة الرئيسية حقت اللينير كومباينيشن وشرحتها. W تساوي C1 في 1 زائد C2 في 2 and C3 في 3. الدبليو هذا يكون معطى فيكتور، تكتبه في اليسار يمين يسار المساواة، بعدين تقول يساوي يمين المساواة السي هات هذه رقم، والفي هي الفيكتور اللي تكون معطى لك جوة ايش الست. اوكي، خطوة رقم 2 اكتب المعادلة الرئيسية على شكل لينير سيستم. كيف؟ مصفوفة، حيث أضع كل متجه في عمود. هنأخذ مثال نفهم، V1 V2 V3 عدد المتجهات، بعدين أحط الخط هذا اليمين أحط فيه له الدبليو المعطنية في السؤال. بعدين خطوة رقم 3 أحل النظام الخطي. أوكي، إذا طلع consistent معناته إما له one solution أو infinite many solution. أوكي، وبالتالي اقدر اقول انه اللي اقدر اكتب هذا الفيكتور اللي يكون معطي لي في السؤال از لينير كومباينيشن، شرط انه يكون كونسيستنت. اذا كان نو سوليوشن فما اقدر اكتب هذا الفيكتور از لينير كومباينيشن اوف الدرب. اوكي، خطه رقم 4 اوجد قيم C1 C2 ثم عوض بهم في المعادله الرئيسيه. اوكي، طيب لو طلع نظام انكونسيستنت اكيد قلنا نو سوليوشن فنت لينير كومباينيشن، يعني لو طلب منك اعطاك فيكتور وقال لك اكتب تمام وحدد لي اي من الفيكتورز اللي معطيني اياها اقدر اكتبها از لينير كومباينيشن، فتكتب المعادله الرئيسيه بعدين تحولها الى مصفوفه كل فيكتور في عمود، انت حل النظام. اذا طلع كونسيستنت فاذا هذا الفيكتور اقدر اكتبه على شكل لينير كومباينيشن، اذا لا فاقول نو وي كانت رايت ذس فيكتور از لينير كومباينيشن اوف في ان اس. اوكي، طيب شوفوا المثال، سؤال رقم 1 أعطاك الست، ركزوا معي، في أقواس كيرلي، هذه أقواس الست، جوتها لاحظوا معايا في أقواس بينها فواصل، بين كل فاصلة كل فيكتور يفصل بفاصلة، هذا الفيكتور الأول وهذا الفيكتور الثاني. أنا عندي الآن كم فيكتور في هذا الست؟ 2 فيكتورز. طيب هو يعطيك لازم يكون يعطيك الفيكتور هذه تكون اسمها يو دبليو واتيفر واحداثياتها 1 و1 سالب 1. طيب اول شيء الخطوه الاولى اجي اكتب المعادله هذه، ها يسار المساواه، ركزوا معايا ايش اكتب، هو الدبليو اليو اللي معطيني في السؤال هنا كتبتها 1 و1 سالب 1، جميع المساواه سي 1 في الفي 1، فين الفي 1 هذه هي، زائدًا C2 في V2 فين هذه هي. خطوة بعدها أحول هذه الست إلى مصفوفة. كيف كل فيكتور انكتب في عمود، ها وممكن يكون مكتوب كده 2 سالب 1 و3، فأكتب في المصفوفة شكل عمود 2 سالب 1 و3، واضح؟ كل فيكتور في عمود، الفيكتور الأول كتبته في عمود أول، الفيكتور الثاني كتبته في عمود ثاني، ويمين الخط اللي هو اليو اللي معطيني اياه في السؤال. حلو، بعدين ابدا احل النظام هذا، احول الريديوس رو شيلين فور زي ما تعلمنا، مثلا هذا اقسمه على 2 الصف الاول، بعدين اضرب الصف اجمع الصف الاول مع الصف الثاني عشان اصفر ده، واضرب الصف الاول في سالب 3 واجمع عليه الصف الثالث، صفرت هذول الاثنين الان، لاحظوا معايا ذا وذا، بعدين هذا بخليه 1 اضربه في 2 على 5، بعدين اصفر لفوق ولا تحتها
أضرب الصف الأول في الصف الثاني في سالب 5 على 2 وأجمع على الصف الأول، والصف الثاني أضرب في 7 على 2 وأجمع على الصف الثالث. أوكي، صفرت ده، صفرت ده. حلو. الآن لاحظوا معايا، حولت لريديوس روتيلين فور. السؤال هنا عندك في اليسار الخط صفر، يمينه عدد، هل هذا هل ممكن أحله هذا؟ لا، ركزوا معايا، إذا كان على يسار الخط كله أصفار وعلى يمينه رقم غير الصفر فالنظام ليس له حل، no solution، لأنه صفر لا يساوي سالب 2 على 5. إذا راح تقول بما أنه النظام الذي حليته ليس له حل، إذا 1 و1 وسالب 1 اللي هي الـ اليو اللي معطيني إياها ما أقدر أكتبها أو ما أقدر أقول وما أقدر، وهي ليست linear combination of S. بس هذا هو السؤال، بس هذا هو السؤال. طيب بعضهم يقول لك مصعب ممكن في كلام كمان عندك في السؤال هنا، خلينا نشوف. نرجع فين المذكرة؟ بس خلاص واضح خطوات حل زي ما أنا كاتب في الكتالوج. الكتالوج هذا مهم جدا. وين الكتالوج؟ أين الكتالوج؟ ندخل على الثاني. أوه هذا هو. أوكي، تكتب المعادلة تحويها لمصفوفة وتحلها. إذا طلع النظام له حل، إذا اللي أقدر أكتبه أقدر أقول إن هذا الـ U أو الـ V أقدر أكتبه على شكل linear combination. إذا كان النظام ليس له حل فتقول ما أقدر أكتبه على شكل linear combination. واضح إن شاء الله؟ طيب فقرة B برضو نفس تابع للسؤال رقم 1، أعطاك الـ V نفسه قلنا الـ W أي حرف، ونفس الـ S هذه 2 وسالب 1 و3 و5 و0 و4 بنفس الطريقة. أكتب المعادلة هذا ينكتب يسار على أمت يسار المساواة، كتبته، واليمين رقم سي واحد في الفكتور الأول زائد الرقم في الفكتور الثاني، أحط السي هات يعني. حلو، بعدين أحول لمصفوفة العمود الفكتور الأول وينه؟ هذا عمود أول، الفكتور الثاني عمود ثاني. واضح؟ طيب خطوة اللي بعدها، خلينا نمسح هذا عشان بس. الخطوة اللي بعدها أحل النظام زي ما تعلمنا من فقرة B. أوكي، أقسم هذا على 2 الصف الأول، بعدين أصفر لتحته، أضرب الصف أجمع الصف الأول مع الصف الثاني، وأضرب الصف الأول في سالب تجمع الصف الثاني، صفرت ده، صفرت هذا وده. حلو، بعدين بنفس الطريقة نفس الخطوات، هذا أضرب في 2 على 5 أصفر لفوق ولتحته. أوكي حلو، هيا شوف إيش طلع معايا. طلع معايا صف صفري، ركزوا معايا، طلع معايا صف صفري، يمين يسار الخط أصفار ويمين الخط أصفار. إذن هنا صفر يساوي صفر، راح أقول لك إذن هذا، لاحظوا معايا، صف صفري زائدا كل عمود فيه leading one، ها سيبكم إلى يمين الخط، كل عمود فيه leading one، سوري كل عمود فيه leading one، إذن أقدر أقول إنه هذا له النظام له حل وحيد one solution. أجل الآن أقدر أكتب كل صف معادلته، طبعا هذا نسميه عمود السي واحد وهذا السي اثنين وهذا الكونستنت. فتقول من الصف الأول سي واحد يساوي أوكي ربع، من الصف الثاني سي اثنين يساوي 3 على 2. حلو، إذا قدرت أكتب هذا النظام على شكل linear combination في الإس. إذا أقول لك إنه هذا أقدر أكتب على شكل linear combination في الإس، أقدر خلاص أقول لك التالي الفي، أو ممكن أقول لك مثلا الفي، نعم هذه الفي وينها؟ هذا الرمز يساوي موجب قيمة السي واحد والسي اثنين، خلاص قيمة السي واحد ربع، بعدين أضربه في الفي واحد كده كمجهول زائد قيمة السي اثنين الفي تو بس، وهذا هو الحل. طبعا هذا المربع ده ما أنتم طالبين، لكن هو بس أكتشفت إنه أقدر أكتبه على شكل يكون مباشر أو لا. طيب فقرة سي بنفس الطريقة، أعطاني دبليو، نكتب المعادلة، يسار المعادلة الـ W، يمين المعادلة C1 في الـ V1 اللي كان في الـ في الست، و C2 في الـ V2. بنفس الطريقة أجي أحولها لمصفوفة، الفيكتور الأول عمود أول هذا V1، والفيكتور الثاني عمود ثاني يمين الخط الـ W اللي في اليسار هنا، وأحلها بنفس الطريقة. أول شيء أقسم الصف الأول على 2، أصفر اللي تحتهم، بعدين هذه خليها 1، نفس الخطوات المكررة، صفر اللي فوقها ولا تحتها، يطلع معاك صفر يساوي صفر.
إذا لاحظوا معي كل عمود فيه leading one هنا وهنا إلى يسار الخط. إذا النظام له حل وحيد one solution، يعني كل قيمة لها one solution، يعني كل سي لها قيمة. من الصف الأول تقول سي واحد يساوي 8، من الصف الثاني تقول سي 2 يساوي سالب 3، ومنها أقدر أقول W هذه هي مكانس سي واحد في الفي واحد زائد سي 2 في الفي 2. حط قيمة السي واحد مكانها، أوكي، حط قيمة السي 2 مكانها واكتب إيش هذا على الشكل لينر كومبانيشن ده، هذا الفيكتور، أوكي، وتقول W كان بريتن از لينر كومبانيشن. فقط أزيد نفس الطريقة، أوكي، الفيكتور الأول عمود أول، الفيكتور الثاني عمود ثاني، ويمي الخط اللي هو الزد بين نفس العملية تجريها، أوكي. لاحظوا أصفر ده وأصفر التحت تحت الواحد في الصف الأول في العمود الأول، سوري. بعدين لاحظوا معايا هنا، بعدين أقول R1 زائد R2، شوفوها مصفر ده زي ما قلت لكم، مصفر ده. بعدين بنفس الطريقة زي ما سوينا، أوكي، أبغى أخلي هذا واحد 5 على 2، أضرب في 2 على 5، أصفر اللي فوق ولا تحتها. حلو، بعمليات بسيطة، ركزوا معايا، أنا طبعا ما ححل بالتفصيل لأنه الملف موجود. حط معايا برضو الصفر يسار الخط ويمين الخط صفر. إذا النظام له one solution، لاحظوا في كل عمود فيه leading one، في كل عمود فيه leading one. إذا أقدر أكتب معايا الصف الأول أقول لك سي واحد يساوي 2، وفي الصف الثاني سي 2 يساوي سالب 1. إذا أقدر أكتب أزل هذه أزلينر كومبينيشن of vector in S، بس هذه قيمة السي واحد، هذه قيمة السي 2 هي سالب 1، بس واضح إن شاء الله. خطوات بسيطة في يعطيك W ويعطيك V ويعطيك فيكتور ويقول لك اكتب لي على شكل أزلينر كومبينيشن، خطوات بسيطة. طيب نجي للسبانينج سيت أو السبان، المعادلة حقتها أوكي نفسها هناك زي اللي فوقها، تقول V تساوي C1 V1 زائد C2 في V2 زائد CR في VR حسب إيش الفيكتورز. اسألك التالي، يقول لك هل هذه ال V هي سبان ال S؟ ال V هي العوائل، عندنا عائلة ال R وعائلة البولينوميال وعائلة المصفوفات، كل واحدة لها دايمينشن زي ما قلت لكم، هذه مهمة، حيث أن دايمينشن لعائلة ال R N هي نفسها ال N، ودايمينشن عائلة البولينوميال أوكي حيكون N زائد 1، والدايمينشن لعائلة المصفوفات M مثلا X في ال Y نفسها تضرب ال X في ال Y، أوكي. طيب هذا هو الفي. طيب السؤال اللي يجيك في الاختبار يقول لك does span S تساوي الفي؟ معنى آخر لو كان عندي R2 حيقول لك does span S تساوي R تربيع؟ أنت عندك الكتالوج هذا يمشي عليه، تقارن بين R والدايميشن. إيش هذه R؟ هذه عدد المتجهات داخل الاس، يكون معطي لك الاس هذه، والدايمينشن قلنا العائلة اللي يكون معطى لك في السؤال. طيب إذا كان R أقل، عندنا ثلاث حالات، إذا كانت R أقل من الدايمينشن إذن سبالس لا تساوي V، انتهينا ولا تتعب نفسك. إذا كانت R تساوي الدايمينشن أوكي راح تجيب تحلها محددة، إذا كانت قيمة المحددة لا تساوي صفر إذن تقول سبالس تساوي V، إذا كانت المحددة تساوي صفر تقول سبالس لا تساوي V. إذا كانت الـ R أكبر من الدايمنشن راح تحل إيش؟ تحل النظام بس لمصفوفات الكونفينشن، مصفوفات المعاملات. إذا كان عندك صف صفري فسبان لس لا تساوي الـ V. إذا ما كان أنا حاط X معناتها إذا لم يوجد صف صفري فسبان لس لا، أوكي أنا هنا بس كررت حاجة، ثواني بس. إذا كان اوكي اذا كان عندي صف صفري سبان الاس لا تساوي في، واذا كان عندي صف صفري سوري خلينا ركز معي، اذا كان في صف صفري سبان الاس تساوي لا او لا تساوي في. حلو، طيب واذا ما كان عندي صف صفري فسبان الاس تساوي في، انا بس هنا ايش هنا تحت يساوي
أوكي أعيد. إذا كان R أكبر من الدايمنشن أحل النظام. إذا كان عندي صف صفري فسبانلس لا تساوي V، وإذا ما كان عندي صف صفري فسبانلس تساوي إيش V. أوكي طيب إيش يعني صف صفري؟ معناته تطالع تحت في مثلا كل الصف الأخير كله أصفار، كله أصفار. طيب لو كان كده اليمين الخط هذا رقم غير الصفر، هذا نو سوليوشن، كله أصفر يعني يكون صفر 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 زي كده. أوكي طيب كمان يسألك، ممكن يقولك find subspace أو find span. إذا قال لك كده تسولف، ولكن تحلها بشرط إنه النظام يجب أن يكون consistent، يعني كله أصفر، الصف الأخير كله أصفر حتى اليمين يمين الخط. ويسألك كمان يقولك is it W span S، إذا هذا معنى آخر هل هي linear combination. كل الكلام ده رح نفهمه بالمثال. سؤال ستة يقول لك does span، السؤال عندكم does span S تساوي ال R تربيع. طبعا هو عندك في السؤال قال لك ال R تربيع R 2. طيب أول شيء إذا قال لك span، طبعا أعطاك الست، طالع كم فيكتور جوة الست؟ لاحظوا بين كل فاصلة وفاصلة فيكتور، هذا الفيكتور الأول ده الفيكتور الثاني. حلو طيب تجي الآن أول شيء تشوف ال R، ال R عدد المتجهات داخل الست كم؟ 2 فيكتور، إذن 2. الدايمنشن عندك دايمنشن R 2 قلنا ب 2 شرحناها. إذا الآن طلع الكتالوج، أي حالة R تساوي الدايمنشن، تطلع فوق هنا في الكتالوج R تساوي الدايمنشن في أي وحدة؟ هون. أجيب المحددة، إذا لا تساوي صفر سبانلس تساوي V، تساوي صفر سبانلس لا تساوي V. أجيب المحددة، أوهو كيف أجيب المحددة؟ كل فيكتور في عمود، هذا الفيكتور الأول عمود أول، وهذا الفيكتور الثاني عمود ثاني. أوكي طيب دقيقة بس، بعدين أجيب المحددة. هل شفت المحددة مصفوفة من الساج 2 في 2 طرفين في وسطين؟ طلعت المحددة إيش؟ لا تساوي صفر. إذا الكتالوج عندي يقول إيش؟ إذا كانت المحددة لا، أول شيء R تساوي الدامج، كانت المحددة لا تساوي صفر، إذا span S تساوي R. إذا أقول إذا هذا، أقول لك إذا span S تساوي R تربيع، وانتهى الحل بس. أوكي؟ طيب. نجي السؤال اللي بعده. معليش جانا اتصال بس، صورك بس على نفس الفكرة. أعطاك أول شيء فيكتور واحد، يعني ليه؟ لأنه ما في فواصل بيناتهم. طيب أول شيء عدد المنتجات عندك R تساوي واحد، الدايمنشن عندك كم؟ 2، لأنه قال لك في السؤال R 2. طيب الآن طالع معايا هنا ال R أقل من الدايمنشن مقارنة بإيش؟ من إيش؟ يعني مقارنة ال R مع الدايمنشن، R أقل من الدايمنشن. أوكي؟ طيب تجي هنا الآن هو قال لك span ال S، تجي الآن في أي حالة؟ حاول إذا كان R أقل من الدايمنشن، إذا سبانلس لا تساوي R2، انتهى الحل خلاص، ولا تكمل ولا شيء. طبعا هذا أنا كنت هذا طبعا هو في السؤال كمان عندك يقول لك اكتب مدري إيش، أعطي جيومتريك كلام، أعطينا مثال جيومتريك، ما عليكم منه كلام، الجزء الثاني من السؤال مش مهم، أهم شيء تطبق الكتالوج هذا، واضح؟ طيب السؤال اللي بعده. طيب برضو قال لك الآن أعطاك الإس هذه، قال لك هل سبان إس هذه تساوي هي تساوي ال R تربيع؟ أول شيء كم فيكتور عندك؟ 1 2 3، ال R تساوي 3. أول شيء تحدد الدايمنشن وال R، R والدايمنشن يساوي 2، قارن ال R مع الدايمنشن، في هذه الحالة ال R أكبر من الدايمنشن، اطلع الكتالوج. إذا كانت ال R أكبر من الدايمنشن تحل سولف كل فيكتور في عمود وتحل المصفوفة هذه. أوكي الفيكتور الأول عمود أول، والفيكتور الثاني عمود ثاني، والفيكتور الثالث عمود ثالث. طبعا ما تحط الاصفار، لا تحل فقط مصفوفة معاملات. حل هذا النظام، حوله للديسولوشن فورم، سالب 3 ار 1 زائد ار 2، الصف الثاني صفر، صف صفري، ها اطلع 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 اطلع، صف صفري الكتالوج يقول span s لا تساوي ال v، انتهى الحل خلاص. فتقول إذن بما أنه الصف صفري عندي، إذن span S لا تساوي R تربيع اللي أعطاك إياه في السؤال. أعطي مثال طنشه، السؤال 13 نفس الفكرة، أعطاك إيش؟ 2 vectors داخل الست. طيب يعني عندك ال R
تساوي 2، والدايمنشن حق عائلة الار 2 ايضا تساوي 2. اذا كانت الار تساوي الدايمنشن احلها كمحدده، كل فيكتور في عمود، نزلت العمود الفيكتور الاول عمود اول والفيكتور الثاني عمود ثاني، واحلها كمحدده عاديه طرفين في وسطين، طلع معايا الجواب يساوي 0. ها نطلع الكتالوج، اذا كانت الار تساوي الدايمنشن احلها بالمحدده، إذا كانت المحددة تساوي صفر سبانلس لا تساوي الفي، إذا كانت المحددة لا تساوي صفر سبانلس تساوي الفي. إيش عندي؟ إيش طلع عندي أنا؟ أجي هنا المحددة تساوي صفر سبانلس لا تساوي عائلة الآر تربيع، واضح إن شاء الله؟ ها كتالوج بسيط جدا، واضح؟ طيب السؤال اللي بعده، سؤال 21 برضو قال لك does S span R 3، طبعا هو قال لك أعطينا مثال جيومتريك طنس الجزء الثاني من السؤال. طيب R 3 يعني الدايمينشن عندك كم؟ يساوي 3، عائلة R 3. طيب كم فيكتور عندك داخل الست؟ V 1 V 2 V 3. إذا الـ R تساوي 3 والدايمينشن تساوي 3، إذا كانت الـ R تساوي الدايمينشن أجيب الديتيرمينال، كل فيكتور في عمود، نزلت الفيكتور الأول عمود أول، الفيكتور الثاني عمود ثاني، الفيكتور الثالث عمود ثالث. حلها بأي طريقة تعجبك، نزل العمود الأول وكرره والعمود الثاني طرفين، علمت عليها طريقة الطريقة الثانوية، الثاني مع الثالث مع الرابع، الثالث مع الرابع مع الخامس، خلاص أسهم هذه. طلع معاك المحددة تساوي صفر، إذا كانت المحددة تساوي صفر كتلو إيش يقول؟ سبان الإس لا تساوي الآر 3. هو أعطاك قال لك آر 3 حسب ما يعطيك في السؤال. ها اطلع الكتالوج، سبان الاس والمحدد طلعت صفر صح، اذا سبان الاس لا تساوي ايش؟ ار 3. سؤال 24، سؤال 25، سؤال 26 يقول لك حدد لي لينير اندبندنس اور نت. طيب برضو كتالوج، دقائق يا جماعه الخير، برضو كتالوج. طيب هنا للينير اندبندنس ملخص له، اول شيء لازم تكون هوموجينيس، معنى اخر زيرو فيكتور او الزيرو فيكتور يساوي رقم الفيكتور الاول زائد رقم الفيكتور الثاني زائد رقم الفيكتور الثالث، هوموجينيس سيستم. طيب يسالك سؤال يقول لك هل هذه الاس هي اندبندنت اور ديبندنت؟ برضو بالكتالوج ثلاث حالات، تقارن عدد المتجهات داخل الاس مع الدايمنشن، اذا كان ار اكبر من الدايمنشن مباشره تقول ديبندنت ولا تفكر، إذا كانت الآر تساوي الدايمنشن راح تحل المحددة، إذا كانت المحددة تساوي صفر ديبندنت لينير ديبندنت، إذا كانت المحددة لا تساوي صفر لينير اندبندنت، إذا كانت الآر أقل من الدايمنشن راح تحل، إما يكون عندك تريفيال سوليوشن أو ون أونلي ون سوليوشن. تريفيال سوليوشن معناتها قيم السيهات كلها تساوي أصفار، سي واحد وسي اثنين وسي ثلاثة وسي أربعة أنسون تساوي أصفار، إذا كان لو حل وحيد اذا لينير ديبندنت. ناخذ مثال بالكتالوج، قال لك اعطاك الاس هذه فيها كم فيكتور؟ 2 فيكتور في 1 وفي 2، وقال لك هل هذه لينير اندبندنت او لينير ديبندنت؟ تقارن الان عندك اول شيء كم عدد المتجهات عندك؟ 2، هذا متجه وهذا، اذا عندك ار تساوي 2. كيف عرفت الدايمنشن 2 وما اعطاك العائله؟ ركزوا معايا، طالع جوه الست في الفيكتور الواحد كم عنصر؟ عنصرين، إذا معناتها هذه من عائلة الآر 2، بمعنى الدايمنشن حق العائلة هذه 2. الآن قارن الدايمنشن مع الآر، هل هو يساوي بعض؟ نعم يساوي بعض، إذا إيش؟ راح تحل بالمحددة على طول، الكتالوج كل فيكتور في عمود، هذا الفيكتور الأول عمود أول، الفيكتور الثاني عمود ثاني، طلعت المحددة كم؟ تساوي صفر، إذا كانت المحددة تساوي صفر إذا على طول هذا الست هو لينير ديبندنت. خلاص انتهى الحل. طيب شوف ال 25 نفس الفكرة، R يساوي الدايمنشن حل المحددة طلع يساوي صفر لينير ديبندنت. سؤال 26 لاحظ ما عندك هنا كم فيكتور؟ 3 فيكتورز والR 2، كيف عرفت ان R 2 كل فيكتور في العنصرين؟ إذا R أكبر من الدايمنشن ايش يسوي؟ تطلع الكتالوج على طول تقول ديبندنت، انتهى ولا تفكر. الجزء الثاني من السؤال طنشه. أوكي؟ طيب سؤال 35 زي اكزامبل 12، قال لك رايت وان اوف ذا فيكتورز از ا لينير كومباينيشن اوف اذرز، اعطاك الاس 3 و4 سالب 1 و1 2 0. اول شيء بمعنى اخر تكتب المعادله هذه اللي هي الهوموجينيس سيستم، بعدين كل فيكتور في عمود
لاحظوا معايا الفيكتور الأول عمود أول، الفيكتور الثاني عمود ثاني، الفيكتور الثالث عمود ثالث، وتحط إيش يمين المساواة الخط الأعداء اللي الأصفار لأنه هوموجينيس. طيب هذه المعادلة كتبناها، إيش تسوي؟ تعال حل النظام ده، حلو عادي، حول للريديوس روش الانفورم. الصف الأول طبعا قسمته على ثلاثة عشان أخليه واحد، بعدين أضرب الصف الأول في أربعة أو في سالب أربعة وأجمع عليه إيش الصف، طبعا هنا مش سالب أربعين أربعة، أوكي هنشوف هنا أضرب الصف الأول في سالب أربعة وأجمع على الصف الثاني عشان أصفر ذا العنصر، بعدين أبى أخلي ذا واحد أضرب في ثلاثة أضرب في معكوسه، بعدين أبى أصفر هذا اللي فوقه وش أسوي؟ أضرب الصف الأول والثاني في تولت وأجمع على الصف أضرب الصف الثاني في تولت وأجمع على الصف الأول. طلعوا معايا، طلع معايا واحد يقول مصعب أوكي صفر يساوي عدد، لا ركزوا معايا، متى يكون نو سوليوشن؟ كثير كانوا يخلطوا في الميد، متى لو طلعت عندي مصفوفة أوكي أقول نو سوليوشن؟ إذا كان عندي أوكي لاحظوا معايا أصفار هنا والعمود حق الثوابت هنا يكون رقم غير صفر يكون ثلاثة، هنا حتقول نو سوليوشن اوكي. لكن لو طلع عندك يسار الخط ارقام غير الصفر زي عندنا في هذا المثال واليمين صفر، نعم هذا ايش عادي يحل. متى الحاله الوحيده في المصفوف اللي اقول نو سوليوشن؟ اذا انا جيت حليت النظام الصف الاخير كله اصفار ويمين الخط ايضا اصفار، هنا اول هذا سوري هذا انفينيتي مينوس سوليوشن. طيب متى اقول نو سوليوشن؟ طلع عندي صفر 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 واخر عنصر في اليمين هنا يكون عدد مثل غير الصفر، هي نو سوليوشن اوكي. لكن لو كان عندي اخر صف اخر عمود اصفار او صفر في الصف الاخير عن زي الحاله هذه ويمين الصفر هنا ارقام، اذا عادي يحل اوكي. فشوفوا معادلة، اول شيء اكتب هنا اكتب الصف معادلة الصف الاول سي واحد زائد 2 7 سي 3 يساوي صفر، بعدين معادلة الصف الثاني سي 2 ناقص 8 على 7 سي 3 يساوي صفر، معادلتين في ثلاثة متغيرات تحل بالباراميتر، النظام له infinite number of solution اوكي infinite number of solution. اطالع الان لاحظوا معايا مين المتكرر في المعادلتين سي 3، اذا هو يعتبره هو التي، منها اجيب السي 1 وادي الطرف الاخر مع عكس الاشاره اطلع معي 2 على 7 تي، طبعا اعوض بالسي 3 مكان تي، والسي 2 في المعادله الثانيه يطلع عندك 8 على 7 سي 3 هي التي. افترض اي رقم من عندي، انا اخترت واحد، اجي اعوض في المعادله هذه مكان تي بواحد، في المعادله الثانيه مكان تي بواحد، وطلع السي 3 يساوي، اذا انا مو عندي المعادله عندي ها صفر تساوي سي 1 في 1 زائد سي 2 في 2 زائد سي 3 في 3، اعوض بقيم السي هات 2 على 7 8 على 7 1 خلاص بكيفي، مثلا اخلي ال V2 في الطرف والباقي ودي في الطرف الاخر زي اكزامبل 12 بس، هذا هو اما هذا الحل واما انتهى الحل وبالتوفيق. انا ححط الورق ده عشان تاخذ الكتالوج هذا بالتوفيق.